بنتي فين؟ ماما ماما فين بوسة ماما ندى؟ حبيبة تعالي امشي من هنا. همشي، هخرج من حياتك انت وهو. انت بتعملي ايه؟ أنا كنت فاكرة إن إحنا ممكن نبقى أصحاب. بس إحنا كنا أصحاب. بطلي كذب، بطلي بقى، بطلي. أنت وجودك هنا غلط. أنت ضدي من البداية. أنت السبب في كل المشاكل دي. صممتي أفكاره من ناحيتي بأنانيتك. مش فاهمة أنت بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ ما كنتش عايزه اي حاجه غير ان صلاح يحبني. مش مشكله يعني، ما ممكن يحبك انت كمان، ما يحبك. انا همي كله، كل همي ان انا كنت اريحه واساعده بس. غلط. طب ازيك يا هادي؟ خلاص. ليه يا ندى؟ ليه؟ انت انسانه كويسه. اتبهدلت مع الدكاترة من ساعة ما الكابوس ده دخل حياتي. هنت نفسي، خطمت روحي عشاني. انت عارفة قالوا لي ايه؟ قالوا لي انت كنت عايزة صلاح يحبك عشان ابوكي ما حبكيش. الحكاية دي هتخلص دلوقتي حالا. اهلا يا استاذ صلاح. انت اللي جابك هنا؟ صلاح حاسب. خليك عندك، ما تتحركش من مكانك. انتوا اجرمتم في حقي ولازم تدفعوا الثمن. اجرمنا في ايه؟ قول لها، قول لها كم مره قلت لي فيهم انك انت بتحبني، لدرجه ان انا عشت في الحلم ده لحد لما هو بقى كل حياتي. وانت يا مدام، انت مش قلتي ان هو لازم يتجوزني وانك هتقفي معايا لحد لما اخد حقي منه؟ حصل؟ ممكن ندى ممكن تبعدي البتاع ده ونتكلم بهدوء؟ هدوء؟ هدوء ايه؟ هدوء ايه؟ فهموني بس. انت عارف انتوا ايه؟ قد ايه اذيتوني؟ قد ايه هنتوني؟ عارفين يعني ايه واحده تفقد ضناها؟ انا هحسسكم. بنتي ذنبها ايه؟ خايفه عليها؟ بتحبيها؟ انا كمان كان عندي طفل كان نفسي اخاف عليه واحبه. كنت بحسب عمره بالساعات. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه ايه؟ عايزه حقي، عايزه ابني اللي انت قتلته. انت بتتكلمي عن ايه؟ طبعا ما تعرفش حاجه عن الكلبه اللي انت ضربتها ورميتها وسبتها تنزف لوحدها. ما اعرفش اي حاجه صدقيني. رجع لي ابني، رجعه. اطلبي مني اي حاجه ممكن انفذها لك. ازاي يعني؟ يبقى خلاص، جه الوقت بقى اللي انت لازم تخسر فيه عشان تحس بألم الخساره. لا صلاح، فايحة تموتها.